السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتي مديحة شانيل. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم وصفة فرنسية اللي هي الكوردون بلو، كيجي زوين بزاف ولذيذ. بقاو مع المقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاج نص كيلو ديال صدر الديك الرومي. اول حاجة غادي ديرو هي غادي تقطعوه بحال ستيك ولا بحال فيليه، هكا ما يكونش رقيق وما يكونش غليظ. غادي نجيب بابيي سولفيريزي وغنديرو على سطح العمل. غادي ندير الطرفات ديالي ديال اللحم على هذا الشكل هكا، وغادي نرد بابيي سولفيريزي فوق منهم. وغادي تاخدو اي اداه عندكم، كسرونه ولا كاس ولا كيتباعوا واحد بحال مطرقات ديال اللحم. انا هنايا غادي ندير الكاس وغادي نبقى نضرب على هاد الطريفات ديال اللحم حتى يرقاق ومزيان. حاولوا ما تضربوش بالجنب باش ما يتقطع لكمش، ما يتقبش اللحم. صافي هكا غيكونوا واجدين. هذا هو السمك اللي غادي نحتاجو، وغادي نكمل باقي القطع اللي عندي كاملين على هاد الطريقه هادي. من بعد ما كملتهم غادي نجيب صدر الديك الرومي المدخن والفرماج ديال ساندويتش. اللي لقات صدر الدجاج المدخن راه كيجي لذيذ، انا ما لقيتوش، داكشي باش جبت غير صدر الديك الرومي. غادي نجيب قطعه بحال هكا وغادي ندير طرف ديال صدر الديك الرومي المدخن وطريف ديال الفرماج. غادي نبقى نجمع، المهم ما يبقاش يبان الفرماج ولا الكاشير في الجناب بحال هكا. غادي نكمل باقي القطع كلها على نفس الطريقه. كندير طريف ديال الديك الرومي مع طريف ديال الفرماج وكنجمع. كنظن ان هاد الطريقه راه سهله وباينه. غادي نستمر هكا حتى نكمل القطع اللي عندي كاملين، وغادي نزيد المرحله الثانيه. المرحله الثانيه شنو غادي نديرو؟ غادي نحتاجو لا شابلور. انا عندي هادي متبله شريتها هكدا، واللي ما توفرتلهاش ديال لا شابلور العاديه. غنحتاجو جوج ديال البيضات، نزيدو عليهم شويه ديال الملحه وشويه ديال الزبيده والطحين. غادي نشد طريف ديال صدر الديك الرومي، غادي ندوزو في الطحين مزيان. من بعد غادي ندوزو في البيض، ندوزو مزيان، وغادي نزيدو ندوزو في لا شابلور. كيما قلت لكم اللي ما توفرتلهاش هذه ما لقاتهاش، غادي تاخد الا عندكم بقايا ديال الخبز سورتو ديال السوق كتجي زوينه في لا شابلور. غادي تشدوها غادي تدخلوها للفران، ما يكونش مشعول، غير شويه يكون سخون، غير الا ما تكرمل وتشد راسك غادي تدقوها عادي وتقدروا تستعملوها. بغيتو نتوما تبلوها تقدروا تبلوها. المهم غادي نكملوا بحال هكذا، كنديروا الطحين كندوزو في البيض وكندوز في لا شابلور. غادي نستمر حتى نكمل القطع كامله على هذه الطريقه. من بعد غادي نجيبو مقله، غادي نديرو فيها شويه ديال الزيت وغادي نديروها على البوطه تسخن مزيان. العافيه تكون متوسطه، ما تكونش مجهده وما تكونش خفيفه. غادي ندير قطع ديال الدجاج وغادي نبقى كنقلب فيهم حتى يطيبوا لنا مزيان. كيف كتلاحظوا بحال هكذا غادي تقلبوهم حتى غيطيبو مزيان، وغادي نكمل باقي القطع. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو لذاذين بزاف وكيجيو زوينين ومختلفين في المذاق. جربوهم وان شاء الله غادي يعجبوكم. وشكرا بزاف للمشاهده، وشكرا بزاف لاي واحد كيدعم القناه ديالي. الى فيديو قادم ان شاء الله.